ماما حضنتنا الأخيرة رشا، فرح نختم مع حرفة كتير لطيفة. طبعا لما بنحكي عن الحرفة السورية فهي معروفة بالجمال والإتقان بنفس الوقت، والخشب خاصة رشا قد ايه له ذكريات جمالية. حلوة تماما، قد ايه له الخشب يمكن ملمس حلو وجمالية. وجمالية كتير كبيرة. بنحطها بكل بيت بشهر رمضان المبارك بالتحديد، لما بنحب نزين فهو الخشب هو الأقرب لقلوبنا. رح نحكي عن هي الحرفة، القص والحفر على الخشب طبعا يلي عم بتواكب بمختلف المناسبات. رح نتعرف كمان على جديد هي الحرفة مع أحمد عداس، شيخ كار بمجال القص والحفر بالليزر. يسعد صباحك ورمضان كريم. يا صباح صباح الخير. النور، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتي بألف خير، أهلا الله وسهلا يبارك بحضرتك. لك. اليوم هيك هدول الأشكال الحلوين رجعونا بذاكرتنا لفانوس رمضان، للهلال، هدول الأشياء اللي كنا نشوفهم بالبيوت القديمة. يعني هي طقوس سبحان الله، يعني بالنسبة لنا في شغلات بتلعب دور بحسب المناسبة. فرمضان معروف هو انتظار الهلال، ببلش إيذان برمضان هو الهلال. رحت المساء على التراويح، الفانوس اللي كانوا يحملوه معاهم، فطبع بذاكرة الشعب الهلال، الفانوس، هالامور الناعمه اللطيفه اللي بتنحط لزينه رمضان. تمام. هلا اليوم لما بنحكي عن هي الرموز القديمه يلي بعدها موجوده وحضل، كيف بنقدر نحن نواكب هذا التطور وبنفس الوقت نحن نحافظ على الشيء القديم العتيق يلي نحن حبيناه، يمكن ربينا عليه واهالينا كمان ربيوا عليه؟ صحيح. هلا نحن في عنا شغله عم نواكبها بحاضنة الدمر الحرفي، هي عصرنة الحرفة. تماما. يعني اليوم أنا ما فيني أني أمشي دائما بالشغلات القديمة وتم محافظ عليها وبشكل أحيانا ما تتناسب مع البيوت، بالذات مع تغير أحجام البيوت. ففي شيء اسمه عصرنة. العصرنة هي أني أخلق أو أوجد شيء جديد بذكريات الماضي بزخارف معينة تنتسب للفترة اللي نحن فيها. هذا الشيء ما بيأثر على الهوية أبدا، ما هيك؟ أكيد، لأنه نحن الزخرفة بالنسبة لنا هي زخارف مسجلة. يعني لما بدي أعمل زخرفة مملوكية، زخرفة فاطمية، زخرفة عباسية، هالأمور الفنية اللي بتتعلق بالزخرفة اللي بدي أحطها على المونتاج بدي يكون راجع للتاريخ فيها. تماما. أما القياسات، الأحجام، هاي فيني ألعب فيها وأساويها بمجال العصرنة. تمام. عم نشوف هيك قطاع، كنا عم نقول إنه هاد فانوس. فانوس جداري ممكن تعليقه على الحيط، وكمان ممكن ينار إما بشمعة أو ممكن إنه نوصل له لمبة ليد صغيرة، فممكن يكون منار بشكل دائم. ليه ما يعني عم شوف قطع إنه عم بتروحوا للمعتق، الخشب المعتق، بتحسي له جمالية أكثر من إنه يكون الألوان الخشب الفاتحة؟ يعني هي حسب بقى ديكور البيت، كل شخص بقى. بس الخشب غير، يعني ما فينا نقول إنه قد ايه بيلعب دور الخشب تقله اليوم ونوعه. نعم. هلا الخشب لما تكوني انت موجوده معه سبحان الله هو كماده طبيعيه، فبيعطي راحه نفسيه للشخص اكثر ما اكون عم اتعامل مع كتل ثانيه. وهي ماده طيعه، يعني ممكن نحن اليه تشكيلها سهل بالنسبه لنا، فهذا الامر بيعطينا اريحيه سواء باختيار النموذج وتشكيله واخراجه للسوق. خلينا نحكي عن القطع، قد ايه بتاخذ ممكن جهد ووقت؟ نحن لما بنحكي عن اي قطعه حرفه يدويه قد ايش بدها يمكن تعب ممكن بعض الناس، واللي قليله لانه اليوم كلياتنا صرنا بنعرف شو اهميه وشو قيمه العمل اليدوي. فخلينا نحكي نحن عن بعض القطع، قد ايه اخذت وقت وجهد؟ شارك ممكن الناس، الزبون او مثل ما بنقول اللي بيطلب القطعه ممكن هو يشارك بذوقه، بدي هذا اللون، بدي هذا الموديل، ممكن يجيب صوره معه. خلينا نحكي شوي عن هي التفاصيل. لمستي على وجعك، كثير حساس عنا بالنسبه لنا. ضحك في شغلات كتير، نحن من شغله كتير بنعاني منها هي انه ما حدا بيقدر انه هذا في شيء اسمه تصميم. لحتى نقدر نخرج نحن بنموذج قدامنا في عمليه تصميم بتسبقه، وهي بتاخذ منا جهد ايام شهور. تمام. يعني انا هلا مثلا بعد رمضان ان شاء الله في عنا موسم خفيف، هو موسم عيد الفطر، في شغلات بتخص العيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى، وفي عنا لعيد الفصح شغلات جديدة. من بعد عيد الأضحى منكون عم نجهز لفترة الكريسماس مشان نطلع موديلات جديدة. فترة طويلة.
هي بالنسبة لك انت قدرتيها فترة طويلة بس نحن بالنسبة لنا لا هذا اللي عم نحكي فترة كتير قصيرة قد ايه بدها وقت فعلى حسب مثلا مثل هيك فانوس اخذ تقريبا حوالي شي 20 يوم لحديت ما قدرت اني اوصل له هون في عندك بهذا الفانوس تقنيات بالنسبة لنا بالتصميم اخذت وقت كتير تقريبا حوالي شي وسطيا حوالي شهر ما بين التصميم والتجريب ونطلع نماذج لحتى نقدر نوصل لمعايير معينة يعني أنا لما وصلت لهذا القياس اللي نحن موجود حامله أنا بين إيدي أخذت أكثر من 4 أو 5 تجارب نماذج لحتى قدرت أنه لا هذا هو النموذج القياس المطلوب اللي ممكن يكون منطقي قياس أصغر ما هو منطقي قياس كبير صار بده ما عاد خرج بمنازل صار خرج صالات أو فهذا الأمر أول شغلة بالنسبة لنا كتصميم بياخد جهد ووقت بحرفتنا نحن اسمها حرفة مراسم الأركت أو القص والحفر بالليزر هي حرفة مراسم لسبب أن نحن بنرسم بإيدنا وبنرسم على الكمبيوترات وحتى إذا زرتونا حتشوفوا المكنات هي ذاتها كمان عم تقوم بعملية القص بشكل الرسم هي عملية جمالية متكاملة خلينا نقول أكيد صحيح بعد منا بقى عملية التجميع عملية التجميع بدها حرفي يكون إيدي ناعمة حتى هالمادة هاي يقدر يوصلها للسوق بشكل أنيق ما يكون في عليها اتساخات أو شوائب اللواصق أو هالأمور هاي خلينا نحكي عن وجودكم بحاضنة دمار اليوم عم نشوف عم نشهد ولادة شباب وصبايا عم بيروحوا باتجاه هاي الحرف يعني صرنا نشوف ست هي شيخة كار يعني باتجاه ما حصل خبرونا اليوم شو عم تشتغلوا ضمن الحاضنة مشاركاتكم كان عندكم مشاركة لمعرض سوريا تاريخ وحضارات نعم هلأ نحن بحاضنة دمار تأسست الحاضنة لفكرة أساسية هي التأهيل والتدريب لحتى نطلع كوادر جديدة كوادر شابة أو جديدة ما بغض النظر عن فترة العمر وبصراحة لنعوض النقص بالحرفيين اللي صار خلال فترة الحرب رحمة الله على الشهداء اللي ماتوا واللي الأشخاص اللي طلعوا برات الحرفة بسبب عاهات ظروف نتمنى لهم هيك الصبر وربي هيك آتيهم الصبر فصار في عنا نقص بالحرفيين بدنا نعوض الكادر فحاضنة دمر أسست لتغطية هالشيء هذا ونحن شيوخ كار مدربين للحرف فنحن بنطلق دورات أحيانا بتكون مجانية للتعريف بالمهنة ودورات تدريبية بتكون لحتى نطلع كوادر مؤهلة للعمل مهرجان اللي صار بالفترة الماضية واللي انتهى مع نهاية شهر آذار هذا المهرجان كان إطلاقه من إدارة الحاضنة برعاية وزارات نحن بنتشكرها مثل وزارة الصناعة وزارة الاقتصاد والاتحاد العام للحرفيين هالجهات اللي ساعدت بإطلاق هذا هي الفعالية مع الرعاية كمان اللي قدمها بنك بيمو السعودي الفرنسي للحملة الإعلانية والتجهيزات فكانت فعالية أول شيء تم إشهار الحرفيين المغمورين اللي الحرفي اللي ما عنده منشأة اللي أو الحرفية اللي عم تشتغل بالبيت فصار في إطلاق لها بهالفعالية هاي وصارت تكون معروفة للسوق ومعروفة للأشخاص المهتمين أو معروف سواء كان صبية أو شاب في عنا مهارات حلوة مع الأسف مغمورة بهمنا نحن بحاضنة دمار الحرفية إشهارها واحتوائها ودعمها نحن عنا بالحاضنة حتى في عنا مركز بحث دعم للأبحاث العلمية الحرفية فحتى الشخص الحرفي اللي عنده فكرة عنده إبداع معين ممكن بحاضنة دمار يساويها وهذا المهرجان اللي صار هو بداية للعمل شوي هيك لبكنا الطقس بالبرد القارس اللي إجانا بشهر آذار اللي ما مرق على سوريا خلال فترات طويلة من العمر أكيد كتير مهم اليوم مثل ما ذكرت حضرتك إلقاء الضوء ودعم الإمكانيات الشبابية هنن أمل بكرة بالنهاية نحن يعني معولين مثل ما بيقولوا هدول الشباب والصبايا
صحيح. والاهم من هيك عفوا الاهم من هيك رشا انه اليوم نحن هي الحرف ما تندثر، نحن كثير بحاجه انه تستمر تتطور مثل ما تفضلت وحكيت استاذ اكيد نحن بحاجه لعصرنت هي الحرفه. كل حدا حابب يتعلم طبعا في مجال كثير كبير وفي شيوخ كار لهم اسماء ويمكن وقت طويل بهذا المجال، فنحن بنقدر نتوجه لعندهم ناخذ كل الخبره منهم والتعليمات مثل ما عم تعملوا حضرتكم. وانا بتمنى على كل شخص يزور الحاضنه، هلا المرافق تبع الحاضنه مفتوحة للجميع أكيد، وبيهمنا أن الشخص أو الإنسان تتعرف على الشغلات هاي اللي موجودة بالحاضنة وعلى الحرف الموجودة بالحاضنة لحتى يختار هو الحرفة المستقبلية اللي بحبها أو بتناسبه. تمام، بدنا نشكرك أكيد كل الشكر لك أستاذ، تحيتنا الكبيرة للصبية رنيم اللي كان كمان المفروض هي أصغر حرفية المفروض كانت تكون معنا لليوم، إلا سلامة قلبك هي تعبانة شوي. أيوة والله. وأكيد نستقبلها في حلقات جاية. شكرا لك. أهلا وسهلا. يعني شيخ الكار فبنته إجباري بدها تكون مثلها. هي طبيعتنا نحن الحرفيين، أول ما بنعلم بنعلم أبنائنا. إن شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق والخير ونشوفكم هيك دائما بخطوات حلوة. شكرا لتواجدك معنا. شكرا لك ورمضان كريم مرة تانية. كل عام وأنتم بخير وبلدنا بخير وقائدنا بخير وربي هيك يعيدوا علينا بالأمن والأمان إن شاء الله دائما. آمين آمين آمين.